بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل جزء من الدوائر الأصلية بخاصية بسيطة ومهمة. الدالة الأصلية ل ألفا زائد بيتا جي هي ألفا زائد بيتا جي، حيث ألفا وبيتا عددان حقيقيان و اف و جي الدالتان الأصليتان ل اف و جي على الترتيب. مثال: x تساوي 3x زائد 1 على x، g x تساوي 2 e x ناقص x أو ناقص 2 x مربع. الدالة الأصلية للدالة f، الخاصية الحالة المميزة في هذه الخاصية هو الجداء عدد حقيقي في دالة ومجموع أو فرق بين دوال. f اللي هي الأصلية للدالة f يساوي الدالة الأصلية لـ x هي 1 على 2 x مربع مضروبة في 3، عندنا 3 على 2 x مربع، زائد تبقى زائد، ناقص تبقى ناقص، زائد الدالة الأصلية للدالة 1 على x هي ln القيمة المطلقة لـ x. دائما عندنا زائد سي في حساب الدوال الأصلية اللي هو الثالث. الدالة الأصلية للدالة جي بنفس الطريقة، 2 ثابت يبقى كما راهو. الدالة الأصلية للدالة أو أس إكس هو أو أس إكس، تبقى لنا 2 أو أس إكس، ناقص تبقى ناقص، 2 ثابت. الدالة الأصلية لإكس مربع هي 1 على 3 إكس أس 3، عندنا 2 على 3 إكس أس 3، دائما عندنا زائد سي. ننظر إلى عمليات مهمة على الدوال الأصلية. عمليات على الدوال الأصلية: الدالة ودالتها الأصلية، الدالة U أس N مضروبة في U حيث أن هنا دائما عدد طبيعي أن ينتمي إلى أن. دالتها الأصلية هي 1 على أن زائد 1 U أس أن زائد 1، دائما عندنا زائد C. الحاجة المميزة في العملية على الدوال الأصلية أنه الدالة المتوفرة عندنا لازم تكون عندنا U فتحة. في حساب الدالة الأصلية لا تبقاش U فتحة، لأنه هناك الملاحظة اللي تناولناها أن الدالة الأصلية هي العملية العكسية لحساب الدالة المشتقة، حيث U عبارة المشتقة تاع U أس أن زائد 1 في 1 على أن زائد 1، في المشتقة تاعها راح تظهر لنا U فتحة. العملية العكسية في حساب الدالة الأصلية راح تختفي U فتحة. عندنا 1 على U أس أن مضروبة في U فتحة، معناها نكتبها هنا U فتحة، نفس الشرط اللي جبناه في الجدول المرة اللي فاتت، حيث أن لا تساوي 1 لأن الحالة تاع 1 لأن حالة خاصة. الدالة الأصلية ناقص 1 على أن ناقص 1 في U أس أن ناقص 1، دائما عندنا زائد شيء. الحالة الخاصة U فتحة على U، دالتها الأصلية الآن القيمة المطلقة U دائما زائد C. الدالة الأصلية للدالة U فتحة في U، دالتها الأصلية هي
E U لا من زائد C. حالة خاصة في الأسية عندنا أسية AX زائد B دالتها الأصلية واحد على A E AX زائد B دائما عندنا زائد C. نأخذ بعض الأمثلة حول الجدول هذا. F واحد في x تساوي x زائد واحد أس لا F اثنين في x تساوي واحد على x ناقص اثنين أس أربعة F ثلاثة في x تساوي اثنين على اثنين x ناقص واحد F أربعة إكس تساوي أ أس ثلاثة إكس زائد اثنين. إذن المطلوب في هذا المثال هو إيجاد دالة أصلية لكل دالة من هذه الدوائر. على الحل إذن نحاول نقارن كل عبارة من العبارات اللي عندنا تصلح مع أي عبارة خاصية من الخواص اللي عندنا في الجدول ونحسب. إذن الدالة الأولى F واحد لإكس تكتب من شكل إكس زائد واحد لكل أس ثلاثة. الحاجة المهمة في هذه الحالة هي معرفة عبارة U. U هي x زائد واحد وفي نفس الوقت لازم نعرفوا U فتحة U x زائد واحد مشتقتها هي واحد واحد في عملية الضرب كاين ما يكتبوش معناها الدالة الأصلية للدالة الأولى اللي هي f واحد لx تساوي تولي لنا الآن هي ثلاثة نزيدوا لها واحد تولي لنا أربعة واحد على أربعة U تبقى كما راهي x زائد واحد لكل أس أربعة دائما عندنا زائد C. الدالة الثانية F 2 بX تساوي U دائما هي X ناقص 2 مشتقتها 1 1 على اللي هي U فتحة على U أس 4 نصيغها هذه U فتحة على U أس N دالتها الأصلية هي ناقص 1 على N هي 4 نقصولها 1 في الحالة هذه تاع المقلوب تولي لنا 3 U كما راهي X ناقص 2 لكل أس 3 دائما عندنا زائد C. F ثلاثة لx تساوي U في الحالة هذه هي 2x ناقص 1 الأس تاعها 1 تولي لنا الحالة الخاصة هذه تاع الإعلان U فتحة هي 2 من شكل U فتحة على U دالتها الأصلية هي إعلان القيمة المطلقة لـ 2x ناقص 1 دائما عندنا زائد C. الدالة الرابعة F 4 لx تساوي E 3x زائد 2 الحالة الأخيرة بسيطة دالتها الأصلية الأ هي 3 1 على أ هي 1 على 3 E 3x زائد 2 U تبقى كما راهي دائما زائد C. نولو تمرين فيه شوية عملية زايدة على العملية هذه جد دالة أصلية كل دالة مما يلي F واحد لإكس تساوي 2 x ناقص 5 أس 2 F 2 لإكس تساوي 6 على 3 x زائد 1 أس 3 F 3 لإكس تساوي 1 على 3 إكس زائد 4 F 4 لإكس تساوي 2X في E إكس إكس موضوع الحل
دوك دالة الأولى اف واحد اكس هي 2 اكس ناقص 5 الكل بس 2. الحاجة المهمة في الصيغة هذه هي معرفة عبارة U. U هنا هي 2 اكس ناقص 5. U فتحة هي 2، 2 من فوق تكون عندنا فيها نافعة عملية الضرب ما كانش، لازم نخلقوها تولي لنا اف واحد. هنا نمثلوا العبارة تاع الدالة اف واحد في اكس تولي من الشكل اصلها كانت 2 اكس ناقص 5 يدخل اس مربع. U فتحة هي 2 نحتاجوها، نكتب 2 تاعي هنا لاني نحتاجها. 2 ضربت فيها وهي ما عنديش في عبارة الدالة، لازم نتخلص منها. هنا ضربت فيه 2 لازم نقسم على 2، تولي عبارة الدالة اف واحد في اكس تكتب من الشكل 1 على 2 في 2 في 2 اكس ناقص 5 الكل مربع. 2 اكس ناقص 5 دائما هي U، 2 هذه هي U فتحة، والنصف هذا هو الثابت تاع الفا وبيتا اللي تناولناهم في الخاصية الأولى. إذا هذا اللي بين معقوفين عنده الخاصية، تولي هنا حساب الدالة الأصلية عملية أبسط نوعا ما، اف واحد لـ x تساوي نصف ثابت كما الألفا تاع الخاصية يبقى كما راهو. هذه من الشكل U فتحة في U أس أن، دالتها الأصلية هي واحد على أن زايد واحد، الأن هي 2 زولها واحد تولي لنا 3، الـ U تبقى كما هي 2 x ناقص 5 الكل أس 3 دائما عندنا زائد سي. نبسط هنايا العملية الحسابية سهلة، تولي لنا 1 على 6 في 2 اكس ناقص 5 كل أس 3 زائد سي. الدالة الثانية اف 2 لإكس من شكل 6 على 3 اكس زائد 1 الكل أس 3. دائما الحاجة المهمة اللي نحوسو عليها هي الـ U، تاعي هنا هي 3 اكس زائد 1، الـ U فتحة هي 3. سؤال مطروح، عندنا 3 في البسطرة ما عندناش؟ من المفروض نعم، رغم انها ماهيش واضحه. الستة هذيك نكتبوها عباره عن 2 في 3، تكتب الداله اف 2 من الشكل 2 في 3 اللي هي U فتحه نحتاجوها على 3 اكس زائد 1 الكل اس 3. 3 هذه هي U فتحه نحتاجوها عندنا في القانون، و 3 اكس زائد 1 هي U. اذا تخرج لنا الداله الاصليه للداله اف 2 هي خرجنا اف 2 لإكس دالة أصلية 2 تبقى كما راهي، U فتحة على U أس أن دالتها الأصلية عندنا مضروبة في ناقص 1 على U كما راهي 3 إكس زائد 1، أن كانت 3 نقصو منها 1 تولي لنا 2 هنا أس 2 زائد 6. والحسابات عبارة عن تبقى الفرق، طرحنا هنا 2 مع 2 تبقى لنا الدالة الأصلية تاعنا هي ناقص 1 على 3 اكس زائد 1 كل مربع زائد س. الدالة الثالثة اف 3 لإكس 1 على 3 اكس زائد 4، الإي تاعنا هي 3 اكس زائد 4، الإي فتحة هي 3 ما عندناش لازم نخلقوها، تولي لنا اف 3 لإكس تساوي 3 نحتاجوها نخلقوها هنا على 3 اكس زائد 4. 3 هذيك خلقناها لأن احتجناها من عندنا لازم نتخلصوا عليها، نتخلصوا منها هنا تولي لنا 1 على 3 في 3 اكس زائد 4. العبارة هذه اللي بين قوسين من شكل U فتحة على U اللي هي دالتها الأصلية العبارة اللي فيها الآن. إذن R 3 لإكس تساوي 1 على 3 ثابت كما راهو، U فتحة على U دالتها الأصلية هي الآن القيمة المطلقة ل 3 اكس زائد 4 اللي هي المفروض U زائد C. الدالة الرابعة عندنا X في اس اكس مربع، اكس مربع هي الU مشتقتها 2 اكس، انا عندي الاكس وما عنديش 2، لازم ننتبه انه اذا ما عنديش الاكس راح تولي لي عمليه واحده اخرى نتناولها في الحصه المقبله باذن الله. اذا هنا العمليه التعامل تاعي هنا اللي راه سهل هو الضرب في الاعداد الحقيقيه او القسمه على الاعداد الحقيقيه فقط، بينما المتغيرات ما عندناش حق ان نضربه ونقسمه الا في عمليات اخرى من بعد نتناولها. اذا هنا المشتقه 2 اكس عندي اكس تخصني 2 فقط، سهله تولي اف 4 الاكس تاعي تكتب من الشكل 2 هذيك اللي نحتاجوها هاي ديك 2 تاعنا. الدالة تاعنا كما كانت في الأصل هي إكس أو أس إكس مربع، 2 هذي زدناها من عندنا لأن نحتاجوها بالضرورة لازم نتخلصوا منها، تولي لنا
العبارة هذه من الشكل U فتحة في U أس U عندنا الخاصية تاعها إن تولي الدالة الأصلية الدالة الرابعة F X تساوي النصف فارق هو ألفا تاع الخاصية السابقة من شكل U فتحة U أس U دالتها الأصلية الأصلية هي U أس U اللي هي U أس X مربع دائما زائد C. نكتفي بهذا القدر ونتناول ما تبقى من الدرس في الحصص المقبلة بإذن الله.